إذن نأتي بالقارورة هذه. نضع داخلها كمية أيون يعلمون هل يوضع صوديوم هيدروكسيد أولا أم الماء. إذن نضع الماء. هذا صوديوم هيدروكسيد، هذا ليست مادة أخرى، هذا صوديوم هيدروكسيد خاص بالتجربة السابقة. إذا نملأها ماء. كمية قليلة هذه. إذا هذه كمية من الماء. أضيف لها 19 غرام صوديوم هيدروكسيد. إذا هذه 19 غرام صوديوم هيدروكسيد. بدأ التفاعل الانحلال. سخن جدا، حذاري. إذا هذا المحلول الصوديوم هيدروكسيد ينحل، هو سخن جدا. في المرة الأولى يبدو كأنه يحمل اللون الأبيض، نفس اللون الميلك أوف ماغنيزيا، لأنه هذا فيما بعد سوف أضيف هذا على ماء البحر. سوف يقول ربما أحدكم بأنه هو أصلا الماء الذي أضيف هو لونه أبيض. لا، هذا الصوديوم هيدروكسيد عندما ينحل في البداية فقط لونه أبيض، لكن بعد فترة، بعد عدة دقائق، سوف يصبح لونه نفس لون الشفاف، نفس لون الإذن. أصلا القارورة ذابت، انظر. إذا نضيف الصوديوم هيدروكسيد إلى ماء البحر. انظر اللون شفاف. نرجع هذه من أجل التصوير. نفتح هذا القارورة. لاحظ، انظر تكون الصوديوم هيدروكسيد. هذاك الرسيب الأبيض هو الصوديوم هيدروكسيد. هذا الصوديوم هيدروكسيد. يترسب ببطء. صوديوم هيدروكسيد. نغلق الآن. نأخذ قليلا، نرج قليلا. إذن هذه هي إذن محلول الصوديوم هيدروكسيد. إذن لو أني أترك هذه القارورة للصباح ستصبح مثل هذا، مثل هذه القارورة، مثل هذه. إذن هذا يترسب. إذن أستطيع التبخير، ولكن في نهاية الأمر سوف أتحصل على الصوديوم هيدروكسيد تقريبا 13 غرام مغنيسيوم هيدروكسيد. إذا هذه تفاعلت الآن، تكون الآن، هو شديد الرسوب، بطء الرسوب. إذا هذا الحالي بالمغنيزيا. إذا المرحلة التي بعدها نظريا فقط، ليس لدي البولي أكريلاميد ريزين. إذا أستعمل الأنيونيك بولي أكريلاميد ريزين. طبعا لدي كمية المغنيزيوم هيدروكسيد، أحسب من 1 لـ 3 بي بي إم. أنيونيك بولي أكريلاميد، أنيونيك بولي أكريلاميد بام،
أنيونيك بولي أكريلاميد، إذن هو فلوكيليتن إيجنت، فيترسب هذا كله في ضربة واحدة، يترسب فجأة. فأقوم بإزالة هذا الماء، وأتحصل على ماء مركز بالمغنيسيوم هيدروكسيد، أقوم بتجفيفه هكذا. إذا أردت تصنيع انطلاقا من المغنيسيوم هيدروكسيد، إذا أردت انطلاقا من المغنيسيوم هيدروكسيد أن أصنع المغنيسيوم كلورايد، أضيف الحمض كلور الماء الهيدروجين كلورايد. إذا أردت تصنيع الإبسوم سالت الذي هو مغنيسيوم سلفيت، أضيف سلفيوريك أسيد هكذا. هذا فيما يخص حليب المغنيسيوم.